مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج كفاءة أردنية. يسرنا في حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا أن نستضيف مساعد المدير العام الأستاذ عوض محمود. تحية أستاذ عوض. الله يسعدك يا رب. الله يخليك. أستاذ عوض، ممكن تعرفنا بالبطاقة الشخصية لحضرتك حيث الاسم ونبذة عن السيرة المهنية؟ اسمي عوض محمود، درست إدارة أعمال واشتغلت في بداية شغلي كان بالعقبة، وتعلمنا شوية في مع والدي كان وظيفته مساح أراضي، شوي شوي تدرجنا في موضوع العقارات والحمد لله الله وفقنا وصارت أمورنا تمام. الآن أنت في مؤسسة الغيث. نعم. أهم الخدمات اللي تقدمها مؤسسة الغيث للمجتمع المدني. احنا هون بالنسبة لمؤسسة غيث العقارية في خلدة بنحاول نسهل على المواطن انه يشتري شقة. صحيح. معلش نحكي بالعامية يعني. وين في اشي قريب لجيبة المواطن انه يقدر يشتري احنا بنحاول نسهل له اياه. تسهيلات للمواطن. تسهيلات يعني يعني احنا هلا ماشيين بخطوة الاقساط. الاقساط من المالك للمشتري بدون فوائد. ده بدون فوائد، ما في فوائد ولا بنوك، وليس عن طريق البنك. وليس عن طريق بنوك، لا. ممتاز. وبدفعات ميسره واقساط شهريه. يمكن الاقساط الشهريه يعني ممكن لكم توصل الاقساط الشهريه استاذ؟ هي تتراوح ما بين ال 500 و 800، بس هلا احنا عارفين الموظف القطاع الحكومي صحيح. صعب عليه انه يتملك. اغلبية الشعب موظفين لدى الحكومة. اما القطاع الخاص ممكن انه يتملك فيها هاي الشغلات. قدروا على انه دفع. انه بتكون طبعا شقق اللي نحكي عنها شقق جديدة. مساحتها تقريبا كم؟ مساحاتها اللي هي داخل ضمن الاعفاء اللي حددته الحكومة. دفعات ميسرة، ويعني في شقق مثلا وصلت دفعتها 7000 دينار. ادفع 7000 دينار وامتلك شقتك مباشره. ممتاز. حتى الموظف سهل انه يشوف ماشي الموظف، ما هو بس لما نيجي تطلع على راتبه اخر الشهر يعني ماكسيموم راح يكون 500 دينار. انا في قصدي انه حتى لو الموظف يعني اخذ قرض من البنك وايش زي 7000، ما هو احنا الهدف نبعد عن البنوك. صحيح صحيح. اساس يعني اغلبها بقول لك ما بدي اتجه الى الربا للحرام. انا مقدوري ادفع المبلغ الفلاني مثلا وحسب كل واحد شو بيجي دخل. يعني كم عدد سوقك متوفر حاليا؟ والله عمان كلها سيدي متوازن. ما شاء الله يعني احنا الحمد لله. يعني احنا شغلنا هون اغلبه على عمان الغربيه وعمان الشرقيه. هلا عمان الغربيه معروف مثلا نحكي الاشخاص اللي بيتجهوا الها، وعمان الشرقيه معروف اللي بتجهوا إلها. شو الرؤيه المستقبليه لمؤسسه غيث ان شاء الله؟ احنا سيدي ان شاء الله شقه لكل مواطن باذن الله تعالى. ان شاء الله. يعني هذا انا يعني بحاول اسعى ما هون في المؤسسه مع الفريق تبعنا كامل بالاضافه لمديرنا اكرم منصور. منصور تحياتنا له. الله يسعدك. انه اي عقوبات او صعوبات نحاول نخففها ونقضى عليها ان شاء الله. نخففها، هذا احنا بنطلع بنسعى بنبحث عنه ان شاء الله. يعني هذا اللي احنا بنحكي فيه. استاذ عوض، خلينا نحكي اهم الامور اللي تفسد البيع. يعني انت بدك تبيع بيت لمواطن، اهم الامور اللي تعمل على افساد هاي. والله يا سيدي انت هيك يعني زي بتحط ايدك على الجرح زي ما بيحكوها. هلا احنا عندنا معوقه او مشكله مع الرسوم في اداره الاراضي 9%. رسوم دائرة الأراضي بيعتبرها البعض باهظة جدا. صحيح. يعني لدرجة ممكن أحكي هالنكتة صارت يعني إذا في مجال.
انه في رجل كبير اجى اشترى شقة مرة فتفاجأ انه رسومها 8000 دينار بدي يدفع 8000 دينار عشان الشقة تصير باسمه. حكى لا انا بجوز 3 اولاد فيهم. فهي عندنا مشكلة الرسوم 9% كثير عالية. هلا في اللي هو قانون الاعفاء لغاية 150 متر معفي كامل. لغاية 180 بتدفع فرق الامطار بس ما زاد عن 180 بدك تدفع 9%. لما تيجي انت تشتريها بعد اذنك من مواطن انسى شركة الاسكان اوكي هي دافعة معك جزء من الرسوم بس من مواطن لمواطن ما في اشي بضبط هذا القانون فبضطر يدفع 9% او انه ببطل يشتري بالمرة. طب في اهم مشكلات بتواجهوها بالتراخيص دائرة التراخيص تأخير معاملات و لا شوف ربنا الله احكي لك شغلة موظفين الدوائر بشكل عام انه احنا من رأي الضغط اللي عليهم يعني هم كمان عندهم ضغط وعندهم شغل فالمواطن مشكلته بده معاملته بس يحط رجله في دائرة الاراضي يعني خلال دقيقتين يقولوا له هاي معاملتك خلصت وهذا ما بزبط. صحيح. هلا في عاملين نقطة هم كثير كويسة دائرة الاراضي اللي هي تثبيت الرقم الوطني لانه صار مشاكل كثير عليها تشابه الاسماء صار انت كمواطن اسمك من 4 مقاطع وشخص اخر برضو اسمه نفس الاسم ممكن يستغل العقار تبعك فهم لجأوا للرقم الوطني وهذا اذا شددوا عليها بيكون لصالح المواطن مش ل استاذ عواد اكيد كان لك سولات وجولات داخل المملكه وخارجها والحمد لله الله انعم على المملكه بنعمه الامن والامان الحمد لله تعالى ماذا تعني لك نعمه الامن والامان؟ انا دائما من مشددين على هاي الكلمه الامن والامان في اللي بنسمعه في هالدول يعني تخيل احنا الاردن وكل اللي حوالينا محيط ملتهب والحمد لله بعدنا وان شاء الله ما زلنا بالقياده الهاشميه والله يخلينا الملك عبد الله يا رب انه نظل بلد الامن والامان باذن الله تعالى. قدر لك بمقابله شخصيه مع جلاله الملك عبد الله الثاني المفدى لمده 10 دقائق. محور الحديث بينك وبين جلاله الملك شو راح يكون؟ يا سيدي انا اتمنى 5 دقائق اذا صح لنا يعني ان شاء الله تعالى واتمنى ذلك. هي اللقاء راح يكون بس اني انا اشاهد ابتسامته، انا معجب بابتسامته كثير. ان شاء الله يا رب. الله يسعدك. ان شاء الله. استاذ عوض محمود بدنا منك بالنهايه تحديد موقع شركه مؤسسه غيث للعقار للساده المشاهدين. مؤسسه غيث العقاريه عمان خلده اشاره البنك العربي شارع عامر بن مالك مقابل البنك الاسلامي الاردني مجمع 116. بدي منك بس تقول الأخير للساده المشاهدين يعني اسعار الشقق المطروحه عندك هسه اضرب لنا مثال على كم شقه باسعارها. هلا شوف يعني كتشجيع للمشاهدين للاتصال بمؤسسه يعني غير. احنا هون اغلب شغلنا احيانا بيجي على الشقق الاستثماريه. يعني مواطن معاه مبلغ بسيط مش عارف شو يعمل فيه. فاحنا بنجيب شقق هيك اللي يستفيد منها ياجرها يصير يجي دخل. صحيح. فاحنا عم نعرض مثلا عند الجامعه الاردنيه على سبيل المثال استديوهات استثماريه، الاستديو ب 28000 يعني حق سياره يعني تاخذ ليش بال فهي 28000 ممكن لو عساني ممكن يطير هون احنا ما شاء الله ولا اسرع من المصاري لما تطير. فلما تقول له هي 28000 اشتري عقار ويصير يجي دخل مثلا نحكي 250 شهري 300 يعني في شيء استفاد منه في مردود اكيد والاستديو راح يضل معه. طيب لنأخذ مثلا اذا في شقه سكنيه بحدود ال 150 متر 150 يعني تتراوح السعر اللي عندك يعني احنا هنا حكيت لك يا في عندنا عمان غربيه وعمان الشرقيه. هلا لما نحكي على عمان الغربيه وكانت جديده الاسعار راح تكون غاليه. صحيح. السبب في غلاء الشقق مش انه صاحب الاسكان بغلي، لا عندك ارض العقار اللي بيشتريها هي صارت غاليه. تخيل انا لما اعرض ارض مثلا حاجه 700000 وينبنى عليها 4 طوابق كل طابق شقتين
ال 700 ألف بدك تيجي تقسمهم على 8 شقق، هاي كل شقة لحقها نحكي 80 ألف تقريبا أو 85 ألف لسه هي بالهواء، فمالك لما يعمر يكون السعر غالي. شوف بينما عمان الشرقية أراضيها رخيصة شوي ولما تعرض يعني بمتناول الجميع، سواء كان عن طريق بنوك أو عن طريق الشخص أو عن طريق الأقساط الشخصية. في النهاية أستاذ عوض كل الشكر لك على استضافتك لنا ودعمك لبرنامج قفاءات أردنية الذي يعرض على تلك. وأنا سيدي من هاي مؤسستنا الصغيرة هاي بنشكر قناة جوسات على هاي اللفتة الكريمة والقائمين على العمل، وبخص الدكتورة رولا الحروب، وإن شاء الله إلى الأمام يا الله. إن شاء الله وإلى الأمام أيضا لمؤسسة الغيث. شكرا لك حبيبي، شكرا لك، أهلا أهلا. Thank you.